يومه كان على اساس انه برمجه الفائض اللي كان خص من اجل تتمه بناء المركب ديال الصناعه التقليديه اللي هو اصلا مبرمج في امام المخطط الاستراتيجي 2016 امام صاحب الجلاله، فكيبقى حتى اليوم اللي هما في 2023 مازال ما كاين حتى شي حاجه، مازال لا كوت بار ديال الجامعه ما تعطاش. وبالتالي فهنا كيطرح السؤال هو اش كانوا كيديروا في ذاك المجال، كيفاش تتبرمج المخطط واحد البناء ديال واحد المركب كابل الصناعه التقليديه امام صاحب الجلاله. ومازال المشاريع، ما نتكلموش المشاريع الاخرى اللي باقا حتى هي ما خرجت الارض الوجود. عاد جيت اليوم 2023 وكنحيدوا منه الفائض وكنحيدوا باش ندخلوا باش نكملوا الفلوس نعطيوها باش نبنى واحد المشروع اللي هو تبرمج في 2015. كنعاودوها ونقولوها ونعاودوها، كيفاش علاش ما خرجش الارض الوجود في 2015؟ واش هاد الناس هادو اللي برمجوه ما كانوش عارفين شنو الاعتمادات اللي كانت مرصوده عليه، وكيفاش تتعطى لصاحب الجلاله السنه عليه وما خرجتش الارض الوجود؟ هنا نقطه استفهام ديال كيفاش كانوا كيسيروا المدينه. وفائده بينا كنسمعوا انه السي عزيز الرباح الرئيس السابق ديال المجلس السابق كان كيقول انه اللي غادي انه في المرحله الاولى ديالتهم كتكون بناء المدينه، والمرحله الثانيه غتكون تتمه بناء المدينه، واللي غادي يجي المجلس من وراهم ما غادي يلقى المدينه مبنيه، ما غادي يدير حتى شي حاجه، غيدخل في المارينا وغيدخل في سميتو. فهذه وراءات كانت كتقال وكانت كدوز. دابا حنا لقينا مدينه محفره، لقينا مدينه ما فيها لا ضوء، لقينا مدينه ما فيها حتى حاجه. كنجاوبوه من هنا كنقول له الدعوه بك الله، ما غنسامحوكش انه حتى الله سبحانه وتعالى، لان خليتي مدينه مخربه حتى حاجه، لا المخطط الاستراتيجي دارو، لا المدينه تبنات، لا حتى حاجه ما دارت، ما غنبنيوش على سميتو كما كان كيقول هو لاكارد دارت، لاكارد دارت ولوين صيف ما قاعد يداروا هما ليهم، المدينه ما تبناتش. وحنا في المجلس حاصلين لا اعتمادات لا فلوس لا حتى حاجه. هذا الشيء اللي كاين انتم كتشوفوه، لان كناخذوا من سميتو من الناس، وخصنا ندخلوا كيفاش نجبدوا الفلوس اللي غادي نبنيو بهم المدينه. شنو هيك بالمناسبه بغينا نصورك على المآل او المراحل ديال الدعوه او المراسله اللي صيفطت السيد العامل بخصوص بعض الاعضاء هنا وتهمتهم الفساد. انا لا تبديد المال العام، تبديد المال العام فمازال ما كاين حتى شي استجابه، ولكن الاسبوع الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم انا من هذا المنبر كنقول انني غادي ندخل في دعوه قضائيه باسمي او باسم الجمعيه ديال حمايه المال العام. فالمهم هذا غادي هو اللي غادي يكون مقبل. فانا درت لايرارشي ديالتي، عطيت السيد الرئيس الكره عنده سير الرساله، عطيت السيد العام حتى هو باش، فما غاديش ندخل انا الاختصاصات ديال اي واحد، كل واحد كيعرف خدمته. انا كندير خدمتي انا كمستشار جماعي، انا سميتو غادي في الاتجاه ديالي، فغادي لما كانوا استجابه منه غادي ندخل القضاء، والقضاء ممكن هو اللي غادي يكون الفاصل بيناتنا في هذه النقطه بالذات ديال تبديد المال العام. لانه وراه كانت اليوم واحد المستملحه انني طلبت من رئيس ديال المكلف بالشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه انه يشوف الى باقا شي جمعيه من ذوك الجمعيات اللي كانوا كيتوصلوا بفلوسهم وكيردوهم لهم، يرد لنا شي حاجه. لا باقي ندوزوها نبرمجوا فيها بناء ديال المركب ديال هذا سميتو ديال الصناعه التقليديه، او لما لا ندخلهم حتى في هذا المهرجان ديال التوت. المهم الا باقا عندهم شي فلوس ردوها لنا، مادام ولينا كنخدموا بهذه الطريقه هذه الارتجاليه ديال بهذه الصوره اللي هي بعيده كل البعد عن التسيير ديال الجماعات. سيدي حنا تقول لنا بخصوص الدعوه اللي حكمت عليها المحكمه الاداريه بمليار ونص لصالح ذاك المنعش العقاري، فين وصلت ومن اللي غتخلصها الجماعه؟ شوف انا ما عنديش على المام، ولكن اللي كاين هناك مازال النقد. نتمنى على الله انه هذا المنعش العقاري اللي كلا الخبز ديال القنيطره مزيان انه يراجع نفسه، لانه بنا ما انا ما كتصرتليش انه كيفاش انه واحد الانسان عطاته المدينه مزيان بنا تقريبا فين ما كدور كتلقى كنسمي ما عنديش مشكل. وفي ادابيه كندوز من الطريق اللي هي صدقه جاريه نورمالمون كانت خاصها تكون هذيك، لان شانطي هذاك دار شانطي دار الجميع المواطنين القنيطريين كلهم يدوزوا منه، فهي صدقه جاريه كنعتبرها صدقه جاريه ويغمض عيني كاع في حاله ما اذا كانت الارض ديالته. ما نناقشوش انه راه هناك بعض الامور اللي كتقول انه الارض راه تشريت من بعد ما صادق من بعد ما داز في المخطط الاستراتيجي 2015 وقيل ما اقتنى الارض 2019، وبالتالي فهناك شكوك اللي كتحوم حول ان هذه الارض انها فعلا راه كيفاش تلعبات. وأن هناك بعض الشكوك اللي كتقول انه حتى كاينه امور اللي انه كانت خوي عليا نخوي عليك، لانه كانت خاصها تبرمج في اطار ديال النزع الملكيه ما دارش في النزع الملكيه. ودونك هذه النقطه بالذات كاين مازال فيها ما يتقال، ونتمنى على الله انه يتراجع ويخلي الفلوس ديال القنيطريين للقنيطريين، لانه حنا محتاجين الدرهم باش نبنيو المدينه ديالتنا وباش نعطيو للناس اللي محتاج لكل حاجه، لان كاين ما يدار. وهو كمنعش عقاري اللي استفاد من المدينه كان بالاحرى به انه يعطينا المجلس ماشي يقلع من المجلس، فهذه بوحدها نقطة اللي خاصها مناقشة.